وصل القيادي في تحالف القوى الدكتور أحمد عبد الله عبد أبو مازن مشاركة أهله الظروف الإنسانية التي فرضتها إجراءات الوقاية من كورونا، وشملت قافلة التواصل الإنساني للدكتور أبو مازن أهله في مناطق متفرقة من محافظة صلاح الدين. وقدمت العوائل شكرها للجنة الدعم اللوجستي برئاسة الأستاذ شهاب الجبوري على متابعة أوضاعهم وإيصال مساعدات أبو مازن التي أسهمت في الحد من معاناتهم بشكل كبير. حضرنا هذا اليوم إلى هذا المكان اللي تسكن فيه مجموعة من العوائل النازحة لتوزيع مساعدات غذائية أرسلها الدكتور أحمد عبد الله عبد الجبوري أبو مازن ضمن هذه الحملة المستمرة لمساعدة هذه العوائل خلال هذه الفترة، خصوصا أن كثير من أبنائهم اليوم هم بدون عمل بسبب الأزمة المعروفة لوباء كورونا. هذه العوائل بحاجة إلى مساعدات أكثر، إن شاء الله سنكمل ما تحتاجه من بقية المواد الغذائية خلال الأيام القريبة القادمة. نشكر الدكتور أبو مازن ورحم الله والديه وبارك الله بيه على جهوده هذه الطيبة. يلا احنا نشكر أبو مازن، إن شاء الله ممنونين منه وممنونين، إن شاء الله يطول عمره دوم إن شاء الله للشعب. أشكر أبو مازن على كل يوزع الفقير والمعتاج. أشكرك أبو مازن وممنونة من عندك ورحم الله والديك، يا رب ويحفظك لنا وإن شاء الله من عمرنا على عمرك بجاه الرسول بجاه الشهر الحلو بجاه الأشهر الكريمة، يا رب يحفظكم الله ويخليكم، يا رب ويحفظكم لنا يا رب ويخليك إن شاء الله دخر لنا. ريته طيب إن شاء الله يحفظه، حفظه الله إن شاء الله ويستر عليكم وعليه. الله يحفظ أبو مازن وانتو والجهود الطيبة ورحم الله والديكم، وإحنا إن شاء الله شد وزول بحيل الله ورحم الله والديكم، والشكر لأبو مازن ألف مرة. نشكركم، نشكر أبو مازن على هالمبادرات بهالأزمة وبارك الله بيه وإن شاء الله الله يخليه فوق رؤوسنا ذخر. نشكر الزعيم أبو مازن الله يخليه للفقراء وللمساكين وللمحتاجين والله يطول بعمره، وهو سباق بالحقيقة، هاي مو أول مرة ولا آخر مرة، يعني مساعداته والنظرة الأبوية للعالم المحتاجة وللمتعففين وللي محتاجين يعني خير سابق ومو غريبة عليه، يعني ولا أول لا أول ولا آخر مرة. نشكر السيد النائب أبو مازن لمساعدته ونتمنى أن يحذو حذوه جميع من لديهم القدرة والإمكانية لمساعدة الناس في هذه الظروف الصعبة، وشكراً.